بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، شكرا للسيدة والسادة مستشارين المحترمين. شوف انا نقول لكم واحد، هذه الحكومة عندها نفس اصلاحي واضح، ما كنتش تلقاني جبد برنامج استعجالي. لا ما بقاش نجبدوا ذاك الشيء. لو كانت الحكومة السابقة كلها قامت بواجبها، الحكومة السابقة لم تقم بواجبها كاملا، كل واحد دار شوية من جهده. خصنا نكونوا نتعاونوا نبتوا نفس ديال الامال ونفس اصلاحي. خصنا نشوفوا بلادنا بطريقه ايجابيه رغم وجود، انا هذا الشيء كنقولوا، بلادنا غادا مزيان، كاين مشاكل، كاين تاخرات، كاين اشكالات خصنا نحلوها لشبابها هو الكثير، وكاين مشاكل خصنا نتعاونوا نعالجوها. صحيح، انا متفق معكم. طيب، اذا الحكومه عندها نفس اصلاحي قوي رغم العراقيل، وانا ما نقولش لك شكون هما هذوك، سميتيهم؟ انا قلت لهم مسمر الميدا، ما نقولش لك شكون. شحال من مره جميع السياسيين كيهضروا، السي عبد الرحمن اليوسفي شحال من مره كيقول جيوب مقاومه تغيير، ما عمره ما كاين، لان دابا فينا هما؟ انا بغيت غير نشوفهم نعرفهم. المهم كيعكلوني ولكن انا ما شايفهمش. وكنت شفتهم وكنت نغوت عليهم وهما نيت. ياك فهمتيني. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.